محطتنا الأخيرة فرح رح تكون مع عالم التجميل والصحة والبدان. يعني قديش بتشوفي بنات بس همهم بقى بدهم ينحفوا وكلهم حاسين حالهم هلا عندهم يمكن وزن؟ كمان مع مقومات العصر اللي بتختلف، يمكن من وقت لتاني ومن عصر لتاني اليوم يمكن مثل ما بنقول العود الفرنسي اللي هو مطلوب بشكل كتير كبير. صحيح، صرت حسن اكثر موضه، ما عاد نعرف شو الدارج، هو العود الفرنسي ولا شوي هيك الصحه والربربه. نحن عندنا بالمجتمع الشرقي البنات ما بيثبتوا يمكن على راي، ولكن الكل بحب يتمتع بمظهر انيق وسليم وصحي. واليوم رح نحكي بفقرتنا اليوم عن البدانه، شو مفهوم البدانه، ايمت بنقول عن هذا الشخص انه هو بدين، شو هي جراحات البدانه، شو الفرق بينه وبين الجراحات الاستقلابيه وحتى التجميليه. كل هالاسئله رح نطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور احمد نسيب عرقسوسي، استشاري جراحه عامه وصدريه وتنظيريه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. لما بنقول دكتور نحن عن البدانه، أنت نحن ممكن نوصف شخص بأنه هو شخص بدين، وشو أسباب حدوث البدانة؟ طبعاً نحن أول شغلة العصر الحديث، الرفاهية اللي صارت هلأ، الوجبات الجاهزة كلها هاي يعني أسباب أنه يصير بدانة. بشكل عام عندما نقول شخص مين، إذا كان عنده زيادة عن الوزن الطبيعي تبعته منه فوق 15% تمام الحديث، هذا شخص مين. والبدين يكون عنده زيادة عن الوزن المثالي بالنسبة لطوله ووزنه فوق 25%. هلا بشكل بسيط، معادله كثير بسيطه، الوزن المثالي هو طول الشخص ناقص 103 تمام، هذا تقريبا هو الوزن المثالي، زائد كيلين ناقص كيلين، هذا التكتيك. في عندنا شيء اقوى هو بسموه مشعر كتله الجسم، الطول على مربع الوزن، شلون في نسب شلون فوق 35% بنحكي بشكل 40% للتكتيك الثاني. فالبدانه حاليا طبعا الحكي من 8 سنين صنفت بامريكا كجائحه، كلمة جائحة يعني وباء شلون؟ طبعا لقوا انه فوق ال 20% من الامريكان عندهم بدانة مرضية. بدانة مرضية هي تستدعي انه بدك حل، بدك انه تدبير معين، مو بس انه والله مثل ما كنا عم نحكي مربرب شوي او سمين شوي صغيرة. بدانة مرضية شلون؟ يعني بدانة تترافق مع اداء السكري بالنمط الثاني، ارتفاع الضغط الشرياني عند السيدات، ممكن بيسموه بي سي او، متعدد الكيسات شلون؟ بتلاقي شعرانية، الدوات غير منتظمه كذا، فاكثر من مرض بترافق مع البدانه. والدراسات الجديده اللي عم تقول لك نحن اذا انسان رجع على وزنه الطبيعي شلون او ساقيه شلون، عم تحط لك انه نسبه السكري شلون من النمط الثاني شلون عم تراجع، ممكن تصير رجوع فوق 90% اذا تدبر صح. ارتفاع الضغط الشرياني عم تراجع فوق 80%، مين بدنا نتعدد الكيسات اللي عم نحكي فيها انه مشان السيدات شلون الدواء حترجع منتظمه فوق 90% شلون الشعرانيه حتختفي كذا، فهي ترافق مع اكثر من شغله واكثر من سبب. تمام دكتور، بعالم الجراحات المتعلقه بالوزن نسمع عن جراحات البدانه وجراحات التجميليه وفي جراحات الاستقلابيه، خلينا نحكي عنهم بشكل مفصل اكثر، وشو الفرق بينهم؟ لا نحن عم يحكوا معنا العالم انه بس بدنا نحكي والله اسالهم جراحات، لا نحن بدانا فينا اكثر من تدبير، ممكن نحن الحميه البسيطه مع شويه رياضه شلون هي الحالات البسيطه ممكن كثير تفيدنا شلون وتاخذ كثير نتائج. لكن الدراسه صور بكليه ملكيه بريطانيا بإدنبرا محل ما كنا هالحكي من 12 سنه مشهور، معظم اللي بس حميه ورياضه شلون 90% من الناس استفادوا، بس بعد 3 سنين صار عندهم منك اعاده كسب وزن شلون فوق 80%. فمن وقت ما بلشوا يحكوا انه لا الجراحه هي الحل الامثل، ممكن يكون الحل الشافي لجراحه بدانه. حاليا عم يحكوا كثير بادويه بكثير ترتيب، وخاصه هلا اخر صيحه مقللات الجي ال بي 1 شلون بامريكا عم يحكوا فيها هلا شلون هو نفسه الدواء عم يعالج السكري نمط 2، ممكن نفسه عم يقول لك نقص الوزن 20% عند كثير عالم، وغالبا خلال فتره بسيطه حياخذ تصريح من الاف دي اي شلون يصير يعني هو المعتمد لتدبير البدانه وتدبير السكري. قد هلا حاليا حنحكي اللي موجود هلا هو الجراحات، بس قد بعد فتره سنتين ثلاثه تختفي جراحات البدانه، يصير الاعتماد على الادويه اكثر. نتمنى نحن انه نوصل لدواء انه ممكن يفيد بشكل دكتور. هي الادويه عامله ما لها اي مضاعفات لشخص سليم ما بيعاني من اي مشكله؟ هلا هن الفكره عم لك هو اخذ ترخيص، هذا اخذ ترخيص للسكري نمط 2 شلون، بس هلا منك خلال فتره بسيطه حياخذ ترخيص لا لانه علاج زياده الوزن حتى لو ما كان مريض معه سكري نمط 2 تمام الحديث. طيب هلا هذا مستقبلا، حاليا هلا شغال شلون جراحات عندنا جراحات نحن نوعين،
في جراحه عند منها على الحجم مثل قص المعده شلون، في عندنا جراحات بتجي على الاستقلاب شلون، هو تحويل المسار او تحويل المسار المصغر او سكوبرانو شلون، كلها هي يعني جراحات واعده جدا شلون، بتعطي نتائج كثير جيده شلون، وخاصه تحويل المسار هو الستاندرد بكل العمليات، بنقارن كل العمليات بتحويل المسار شلون، سواء بالنسبه لرجوع الداء السكري او بالنسبه لارتفاع الضغط الشرياني او متعدد الكيسات. قص المعده فترة من فترات شلون كانت هي عملية بسيطة بين تحويل المسار، وانه مريض كثير مثلا وزنه زايد شلون ما حنسوي عملية كبيرة مثلا فترة طويلة يصير معه مشاكل، فصاروا نعمل له قص معدة فترة بينقص وزنه شوي بعدين بنعمل تحويل المسار، لقوا انه لا عم تعطي نتائج، نتائج عم تقارب 90% من نتيجة تحويل المسار شلون، فصارت معتمدة أكثر. وحاليا أكثر جراحة عم تنشغل بالعالم بالنسبة للبدنة هي عملية قص المعدة، 70% من العمليات عم تصير برات البلد، وهون عنا بالبلد شلون هي قص معدة شلون. العمليات الثانية هي حالات خاصة شلون بتصير بقى حسب ترتيب كل مريض شلون، سواء تحويل مسار أو تحويل مسار مصغر اللي هلا قاعدة كثير صيحة قوية شلون، بالنسبة إنه عملية وسط بين العمليتين بين قص المعدة وبين تحويل المسار. بس دكتور نحن لما عم نسمع عن قص المعدة بعض الأشخاص يمكن بيتخوفوا من هي العملية، إن كان بيقولوا لك في ممكن يصير فيها نقص فيتامينات، ممكن الحديد بشكل كثير كبير، خلينا نعرف شو الصح بهذا الموضوع. هلا مو تخوف، نحن في نقطة كثير مهمة، نحن دائما أنت أي عملية بدك تساويها بدك تدرسي خيارات أنت والجراح اللي عم يشتغل لك إياها، وفي متابعه معينه لازم تتابع بعد العمليه. للاسف نحن هون بالبلد عندنا شلون، هو الجراح هو عم يتابع كل المرضى كل الوقت كله، بقى لا المريض يتخرف جراحه بيكون طبيب تغذيه مع طبيب علاج سلوكي مع طبيب نفسي مع طبيب هضميه مع كل جراح بيشتغلوا كلهم سوا، يعني مال جسم بلين عارف شلون، لحتى يحطوا خطه كذا انه هذا بده جراحه، لا هذا بده يعني حميه، هذا بده كذا، بيخلص المريض وما عنده اختلاطات ما عنده مشاكل، متابعته حتكون طبيب تغذيه وطبيب معالجه سلوكيه. نحن هون الجراح بده يتابع كل العمليات وكل الترتيب متابعه جيده شلون، نحن بقص المعده نحتاج فتره معينه للفيتامينات، مو لكل المرضى فتره معينه ومو بشكل دائم. تحويل المسار لا حنحتاج فيتامينات بشكل دائم شلون، لكن بقص المعده هي فتره بسيطه جدا يعني من الشهر الثالث للشهر السادس وبعدين ما بنعتز ان شاء الله تعالى، هي بتتكلم المتابعه يعني انت ما عملنا عمليه وخلاص دمنا وشنا شلون، الجراح حيضل يتابع المريض والمريض لازم يتابع مع جراحه، زياره دوي اقل شيء كل شهر مره شلون بعد ما يمضي اول شهر، يعني متى ما مرقنا الفتره الخطره مثلا نقول ممكن تصير اختلاطات تصير مشاكل اول شهر، ممكن كل شهر شيء دوي شلون، بعدين تقطع السنه كل شهرين كل ثلاث اشهر، ولو حتى التليفون يعني احنا كثير مرضى بنتعاون على الواتس بنتعاون كذا مش بس انه ضل في كوميونيكيشن ضل في تواصل بين الجراح وبين المريض اللي سوى العمليه. تمام دكتور، عم يعني رغم انه اختصاصك هو جراحه البدن ولكن عم تركز انه على موضوع الغذاء، انه نحن بنظام صحي وبرياضه بنقدر نوصل لنتيجه كثير منيحه مهما كان الوزن. بدي اسالك عن هاي الناحيه وبسالك كمان عن الجراحات اللي كثير من او ما بعرف اذا بنسميها جراحات اجراءات تجميليه هي العلاقه بالنحت بهي المواضيع اليوم، كمان ممكن يكون نفس الشيء لها بدائل بالغذاء الصحي او بالرياضه نقدر نوصل للجسم اللي بدنا اياه. هلا شوف لك المزيد دائما احنا 10 15% زياده ممكن نتحكم فيه، سواء رياضه سواء تمارين سواء حميه كذا شلون، اكثر من هيك لا صفتي الحين اللي ما قدر يضبط حاله فتره شلون صعب، يعني بعد فتره انه تكون رياضه كذا، بعدين في عندك فتره معينه شلون متى ما واحد قطع سم معين 40 45 حتى الرياضه بتصير صعبه شوي عليه شلون تمام الحديث، فتره بنحكي على الجراحه. انا ما مركز على الشغله اكثر من شغله، بس هي في شغلتين سوا، يعني نحن شو بقول لك بيجي عند الدكتور بدي اعمل عمليه بس ضل اكل واشرب يعني كذا وانحف، ما بتصير يعني في انت مهما كانت العمليه شو ما كانت نوعيه العمليه اذا انت ماشي اسمك طبعا. كمثال مثلا هلا مثلا بعد العمليات انه والله كتر خضار فواكه بعيد عن شو اسمك، لا تاكل وجبات كبيره، طيب ممكن مثلا عفوا يروح ياخذ عصير مثلا هذول تبعون الشوكولاته وما شابه شلون، كاسه هالقد عرفت شلون فيها حرارات قد وجبه هالقد، يعني نحن بده يكون في بعد العمليه وقبل العملية اختيارات ذكية من نمط الغذائي عرفت شلون، ما يكون في حرارات كثير، ما يكون في دسم زيادة عرفت شلون، نكتر الياف، يعني هي كثير بتفرق معنا عرفت شلون كمتابعة بعد العملية وحتى الناس اللي ما بدها تساوي عملية عرفت شلون. هي نقطة. النقطة الثانية هلا جراحات مثلا الشد النحت شد كذا شلون هي معالج بتعالج ديفويات لحتى يعني تمام الحديث، بس مو هي مو جراحة انقاص وزن، يعني انت مثلا عملنا شد بطن شلنا شريحة جلدية اكبر شريحه بتنشال ممكن 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو قد ايه يعني اكثر من هيك شلون، ما حتنقص وزن يعني واحد مثلا اذا عنده زياده 30 40 كيلو شلون، هال 6 كيلو ما حتفرق معه كثير شلون. الشحم مشكلته اختي الكريمه
انه انت مثلا كيلو الشحم هذا حجمه، كحجم الشحم حجمه حجمه كبير شلون وزنه، بس الحجم يكون كبير شلون. فانت بتطلع او مثلا فرق قياسين ثلاثه بس كوزن ما 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 فرق هالوزن الفرق الكبير، عرفت كيف؟ هن تكامل من بعض. عاده نحن جراحات تجميليه كشد او بطن، شد بطن مثلا او ناحيه كذا، اذا عملنا عمليات بدنيه شلون قبل السنه ما حدا بيساويها، وهي ما بتساوي لتنقص وزن، هي بتساوي لتظبط ديفويات معينه بأشكال معينة كشكل تمام الحديث. هي صرت حتى ضبط نمط فرنسي أو نمط بدك إياه، بس هي بعد بعد ما نخلص يكون وزن صنع وزن مثالي أو قريبين المثالي. نعم شكرك دكتور، كل الشكر، ونتمنى أنه نعرف نختار الطريقة الصح لحتى ننقص وننزل وزننا، أولا من الناحية الصحية، وثاني شيء الشكل الجمالي كمان اللائق. خلينا نقول كل الشكر لك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا.